بارك الله فيك. بون انا فاطمة زهراء ميك اب ارتست، كنخدم في المغياج والسينما اوسي، واليوم جيت نشارك الفنان ديالنا حاتم ادار في الحفل ديالو ان شاء الله. كنتمنوا ليه بعدا المزيد من التالق ان شاء الله ونشوفوه ديما الفوق الفوق. ولقيت حتى بزاف ديال الناس لي زارتيست صحابي ودي ميك اب ارتست وحد اخرين. فوالا انا ديجا عندي لا ليسونس او ماناجمنت، ولكن راك عارف في المغرب ديما تنقراو حاجه وتخدموا حاجه اخرى. الوغ هادشي اللي وقع ليا، انا كنبغي الميك اب ملي كنت صغيره ساليت القرايه ديالي بيان سور، ما خصناش نفرطوا فيها حيت ضروريه. من بعد مشيت درت فورماسيون في ايكول كبيره في كازا، خديت الدبلوم ديالي انترناسيونال صافي. ابري بديت نخدم في لي مارياج، من بعد بديت نخدم في لي تورناج، دابا بجوجهم فوالا سور انستغرام فاتي بيوتي زيرو على لا فان. بيان سور ريزونابل، وفاش كيكون شي حد بحال هكا ما عندوش ولا شي حاجه كنتساعدو معاه. المهم كل طبقه واللي بخي ديالها. خدمت مع هذيك راه ماشي هذيك راه اختي اللي هي الهام قراوي، ديما كنكون معاها انا اللي كنماكلها في الفيديو كليب ديالها في لي تورناج اي تو. خدمت مع رفيق بوبكر، خدمت مع سعيد مسكير. المهم هادشي اللي عقلت بزاف بزاف ديال لي زارتيست. كنبغي نوجه واحد الرساله للبنيات الصغار ولا الكبار حتى هما، حيت كيجوني بزاف ديال لي ميساج سوغ انستغرام، بغيت نولي ميك اب ارتست، بغيت نولي اللي كيعجبو واللي عندها لا باز كنصحها تكمل في هاد الطريق هادي. فاش تسالي بيان سور القرايه ديالها دير واحد الفورماسيون، ضروري من الفورماسيون كنأكد، لان ديما حنا كتكون عندنا لا باز، مي فاش كنمشيو نقراو كنلقاو شي حوايج اللي ما كناش عارفينهم. الوغ القرايه في هاد الدومين هذا انا كتجيني بانها ضروريه صراحه. ولا كان عندكم هاد الحلم انا تنشجعكم، علاش لا، هو زوين وفيه شي حوايج خايبين، بنادم كيبان ليه غير التصاور وداك الشيء، ولكن فريمون فيه تماره سورتو في لي تورناج فيه تماره. وي فوالا التماره، فيه تماره ديال بصح كاينين دي تورناج تقدر تمشي ليه من 8 الصباح ما تسالي حتى ل 7 ديال الصباح الاخرى، فهمتي؟ وي كاينين فريمون دي تورناج اللي قاصحين. في لي مارياج شويه وي بيان سور نتمنى. هو اخر برنامج كنت خدمت فيه هو دوان، خدمت مع دوان. والحاجه اللي جديده ان شاء الله ستي تون، قريب غادي نبدا ندير ان شاء الله لي فورماسيون ديال الميك اب نيت، بما انه كيجيو عليهم الطلب بزاف قلت علاش لا. ديجا كنت كندير لي لايف ديال الميك اب وداك الشيء، والناس ولاو كيطلبوا مني باش نديرهم غيال زعما، قلت علاش لا. الوغ بروشينمون ان شاء الله غادي نبدا ندير لي فورماسيون ديال الميك اب. الو مرحبا بكم كاملين. بغيت نقول لهم بانه كنبغيهم بزاف، واللي كيعرفني واللي ما كيعرفنيش، انا معروفه في فيسبوك اكثر، كيعرفوني البنات في لي لايف وداك الشيء، في انستغرام ماشي بزاف. المهم بغيت نقول لكم كنبغيهم بزاف، واي واحد عنده شي حلم يتعلق به حتى يوصل ليه ان شاء الله.